بعيدا عن شكل العربية اللي جاي من المستقبل، فالوقود اللي بيحركها هو الهيدروجين. الشحنة الواحدة تخليها تقطع مسافة 1600 كيلومتر تقريبا، يعني لو انت في مدينة حمص في سوريا ممكن تاخد بعضك وتروح على أسوان في مصر بتعبئة وقود واحدة. عشان تتخيلوا أكتر، فالمسافة ما بين إسكندرية فوق وأبو سمبل تحت عند حدود مصر مع السودان تقريبا 1330 كيلومتر. The General Motors Electro Van gets its electric power from hydrogen oxygen fuel cells. إنها أول شحنة هيدروجين من الإمارات العربية المتحدة لألمانيا. It's just very difficult to make hydrogen and store it and use it in a car. And now our plan is to take this aircraft and modify it into a hydrogen propulsion flight laboratory. إنتاج أول سيارة محلية تعمل بالهيدروجين. السيارة الهيدروجينية هي سيارة كهربائية، لكن الطاقة متخزنة فيها في صورة هيدروجين، واللي بيحصل إن بيتم تحويل الهيدروجين إلى طاقة كهربائية بتحرك الموتور الكهربائي. BMW iX5 السيارة مزودة بخزان للهيدروجين وكمان فيها بطارية كهربائية، يعني فيها مخزنين للطاقة ممكن تشحنها كهرباء أو هيدروجين، ودي ميزة قوية جداً لأن محطات الهيدروجين لسه ما انتشرتش، فهتفضل مطمن دايما إن عربيتك مش هتقف. تكنولوجيا شحن السيارة بالهيدروجين بتتصنع كلها في ألمانيا، لكن شرائح الخلايا الهيدروجينية بتيجي من شركة تويوتا اليابانية. قوة موتور العربية 374 حصان. ساعة شحن السيارة بتوصل لـ6 كيلوغرام هيدروجين، بتكفي للسير لمسافة 500 كيلومتر، وسرعتها القصوى 190 كيلومتر تقريبا، وبتستغرق أقل من 7 ثواني عشان توصل سرعتها من 0 لـ100 كيلومتر في الساعة. العربية ديت لسه تحت الاختبار. The General Motors Electro Van gets its electric power from hydrogen oxygen fuel cells. أول سيارة كانت بتعمل بخلايا هيدروجينية كانت سنة 1966 شيفرولي إلكتروفان، وهي من شركة جنرال موتورز على إيد العالم ده مع فريق مكون من 250 شخص، فضلوا شغالين عليها لمدة سنتين. العربية كان فيها تانكين، واحد للهيدروجين المسال والتاني للأكسجين المسال، بعكس السيارات الهيدروجينية الحديثة اللي بتعتمد على الأكسجين اللي موجود في الجو. كمان شوية هنفهم ليه بنحتاج الهيدروجين والأكسجين عشان تتحرك العربية، لكن المهم إن العربية ديت كان حجم خزانات الوقود كان فيها كبير جدا، لدرجة إن العربية تحولت من 6 راكب إلى 2 راكب بس. سرعة السيارة كانت بتوصل لـ112 كيلومتر في الساعة، وطبعا السرعة دي ما كانتش قليلة سنة 66، والشحنة كانت بتكفيها إنها تمشي لـ190 كيلومتر تقريبا. العربية ما نزلتش للبيع لأنها كانت غير آمنة، واقتصر عملها لخدمة الشركة المنتجة بس، وبعدين اتوقف المشروع بسبب ارتفاع التكاليف، وكمان ما كانش فيه أي حد بيدعم الفكرة. Control Mater 2 also in position 0800. Engine starts 825, taxi start 830, T0, takeoff time is 840. الهيدروجين موقفش عند السيارات بس، ده فريق عمل شركة يونيفرسال هيدروجين في أول محاولة ناجحة لطيران طائرة ركاب. من فترة شركات الطائرات برضو بدأت تفكر في فكرة الهيدروجين. سنة 2008 شركة بوينج عملت شوية محاولات لتجربة الهيدروجين كمصدر للطاقة على طائرات صغيرة، والنتيجة بحسب جريدة التايمز إن الوقود الهيدروجيني في الوقت ده كان صعب استخدامه مع الطائرات الكبيرة اللي فيها محركات نفاثة، لكن ممكن استخدامه في خزان احتياطي للطاقة. سنة 2010 أصدرت شركة بوينج طيارة فانتوم IUAV اللي بتشتغل بمحركات من شركة فورد. الطيارة بتعمل بالهيدروجين كمصدر للطاقة. سنة 2023 في محاولة ناجحة لشركة يونيفرسال هيدروجين الناشئة في لوس أنجلوس في أمريكا، عرفوا ان هم يحولوا واحدة من الطيارات الإقليمية اللي بتشيل 40 راكب إلى طيارة هيدروجينية. من أهم الحاجات اللي علق عليها الطيار انه ما كانش سامع أي صوت للمحرك، قال انها كانت رحلة هادية ومختلفة عن أي رحلة عملها قبل كده. الرحلة ما كانتش طويلة، استغرقت 15 دقيقة بس،
والشركة بتخطط إنها تعمل تجارب على طيارات بتشيل عدد ركاب أكبر، وتوقعاتهم إن النوع ده من الطيارات هيبدأ ينقل الركاب بحلول سنة 2025. ودلوقتي تعالوا نروح لشركة إيرباص اللي بتتوقع إنها بحلول سنة 2035 هيبقى عندها القدرة لنقل الركاب عن طريق طيارات هيدروجينية. وبالفعل هم شغالين دلوقتي على تطوير 3 موديلات لطيارات مختلفة بيعملوا بمحركات هيدروجينية. العربية اللي قدامكم ديت سرعتها بتوصل من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة تقريبا في ثانيتين بقوة موتور 2000 حصان، وسرعة بتوصل ل 355 كيلومتر في الساعة. مدة شحن العربية بتاخد ما بين 3 دقايق ل 5 دقايق. الشحنة الواحدة زي ما قلنا بتمشيها تقريبا 1600 كيلومتر. الشيء المثير ان سعة التانك بتاعتها 3.3 كيلوغرام، يعني الساعة دي بتمشيك المسافة دي. هايبريون اكس بي 1، لو هتكلم عن التفاصيل اللي موجودة فيها يبقى محتاج اعمل فيديو كامل عنها، هسيب لكم في وصف الفيديو روابط تمدكم بمعلومات اكتر. دولة المغرب عندها خبرة كبيرة جدا في صناعة السيارات، وده اللي مكنها مؤخرا من انها تعلن عن انتاجها لسيارة هيدروجينية محلية الصنع بنسبة 100%. ولو الكلام ده جديد عليك انصحك انك تعمل بحث، وبجد هتشعر بالفخر لما تشوف قد ايه المغرب حققت نجاح كبير في مجال صناعة السيارات. فكرة عمل السيارات الهيدروجينية بالبلدي هي ان بيحصل تفاعل ما بين الاكسجين والهيدروجين فبينتج عنهم طاقة كهربائية ومية. ركز معايا في صندوق جوه العربية، الصندوق دوت بيدخل فيه الاكسجين والهيدروجين. الاكسجين مصدره الهواء اللي احنا بنتنفسه في الجو، العربية بتشفط الهواء وتدخله جوه الصندوق. الهيدروجين بقى بيجي من الخزان المشحون في السيارة، فيتقابل الأكسجين مع الهيدروجين جوه الصندوق اللي فيه خلايا هيدروجينية، وهنا يحصل تفاعل ما بينهم فينتج عن التفاعل ده طاقة كهربائية تحرك الموتور ومية تخرج برا. محاولات عمل سيارات هيدروجينية للبيع في الأسواق بدأت ترجع تاني سنة 2002، عندنا مثلا هوندا FCX وتويوتا FCHV، وفي سنة 2008 كان في محاولة تانية من شركة هوندا عملت هوندا FC Clarity، وسنة 2013 كان في محاولة من شركة هيونداي. لكن أول سيارة هيدروجينية حققت نجاح كانت من إنتاج شركة تويوتا اليابانية، تويوتا ميراي سنة 2014. تعالوا بقى نشوف مواصفات العربية ديت، لكن في الوقت الحالي تويوتا ميراي بمقصورة بتصميم فاخر جدا وقوة موتور 182 حصان بسعة تانك 5.6 كيلوغرام، تقدر تمشي لمسافة 1000 كيلومتر للشحنة الواحدة بحسب موقع تويوتا. ايه هي مميزات العربيات الهيدروجينية؟ مفيش انبعاثات كربون، العربية بتخرج مية وده مفيد للبيئة، العربية بتتشحن في 5 دقايق تقريبا بعكس عربيات الكهرباء اللي بتاخد ساعات على حسب سرعة الشاحن، الهدوء داخل كابينة العربية ومفيش دوشة للموتور، سرعة الانطلاق من 0% بتكون زي عربيات الكهرباء. في عيوب طبعا لسيارات الهيدروجين وهقول لكم على 2 منها. اولا سعر العربية لسه غالي، وده طبيعي لان لسه الموضوع جديد، ده غير ان تكلفة انشاء المحطة اكبر بكتير من محطات شحن الكهرباء. ارتفعت حصيلة المشروعات المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في الدول العربية إلى 73 مشروعاً، وجاءت مصر في صدارة الدول العربية المنفذة لمشروعات الهيدروجين الأخضر. استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة الكهربائية مش قاصر بس على العربيات ووسائل المواصلات، بل إن في محاولات لاستخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة في المصانع. عندنا مثلا دولة الإمارات بتنتج الهيدروجين وبدأت في تصديره، ده غير مشروع واحات الهيدروجين الأخضر اللي بيهدف لإنتاج الهيدروجين للتصدير وكمان يستخدم في المصانع داخل الإمارات. مصر برضو بدأت في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة نرويجية، المشروع موجود في المنطقة التجارية بقناة السويس اللي بيستغل الموقع الجغرافي الممتاز
اللي هيوفر سهولة شحن وتصدير الهيدروجين إلى أوروبا. مشيرا إلى أن المملكة تبني اليوم أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في نيوم. السعودية برضو أعلنت عن البدء في مشروع أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم، ولو بحثت هتلاقي فيه بلاد تانية عندها نفس التوجه.